بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول مره في حياتي بتكلم قبل، واتمنى ان ينزل الكلام هذا الموقع مثل ما شوهني الاخ فلان بن فلان يصلح نظره الناس عليا. انا انسان اسمي بشير عبد الله احمد الانسي، بشير عبد الله احمد الانسي من محافظه تعز. تعز والله اتمنى أنا طبعا بالحديدة الآن، أنا في تعز بالحديدة. أشكر الله إنه قعلني من أبناء محافظة تعز، طيبة كرم شهامة واو إلى آخره. أنا لما تكلمت كانت غرر الكلام، إحنا كنا في رحلة في عدن أنا وبعض الشباب اللي نزلوا في اليوتيوب. قلت الشباب نضحك، الكلام ما هوش كلام تعز، ما حد فلا دقنا مثل ما يقولوا. اتمنى اللي غلط علي الله يسامحه. بس ليش تكلمت الكلام هذا؟ الكلام هذا قليل شرعبي، قليل عديني، قليل صبري، قليل قعشني، ما فيش كلام من اب ولا كلام تعز. الغرض من هذا غرض ان احنا نضحك. وانا لما تكلمت كذا والله والله يا شباب اليوتيوب ما انا مش متوقع انه بينزل في اليوتيوب، ولا فعلت الكلام هذا من شان ينزل في اليوتيوب، لا والله. احنا بس صاحبي اللي نزل الموقع هذا مسافر الكويت، فقلنا نعمل له ذكريات فقط، لا غير ولا اكثر. وفاجأ اتصلوا بالاخوه، واحد من روسيا اسمه تحديدا حسين عبد الواسع المعين، يقول لي شفناك في النت كذا وكذا 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 وكذا، انا ما صدقتش. لانه في خلال الفتره هذه صاحبي اللي نزلني كان في الكويت، وانا ما ادريش انه انا نزلني في النت. الصدمة الثانية أخو مرتي، شفتهم أخو مرتي. طبعا أنا معي مشاكل أنا واحد مرتي. أيوه دخلها والله. وفاجأ أنا إنه يقول لي عدن مدري ما غلطوا الكلام، قدم بيعكم قدم. قلت ها هذه صادقة. بعد 3 أيام وأنا ماشي حارة الشرق الموري، يحصلنا واحد اسمه وليد حميد اشتغل في سوريا، يقول لي يا بشير اليوم شفناك وانت تغني وانت تقلد الاغاني، هو لانه عارفني افتهم ليش الموضوع. بعد كذا صريت مرة في الايام، طبعا اجا صاحبي صديقي وخلي الوفي من الكويت، طرحت له الموضوع، علم لي شفت الكلام كذا كس امه ومدري ما هو سنانه انا انسان بسيط. بس اريدكم وعد، اللقطه اللي بعد سنه بتكلم نفس اللهجه وانا ابيض حلو. طبعا عملت زراعه شعر ان شاء الله ذا امكانيه. كلمته وطرحت على الموضوع، قال لي اوه مدري ما هو ايش الكلام حبيبي؟ الكلام اللي قد تتكلم وايش قد تقول؟ ايش طريقه الكلام؟ ايش اللهجه هذه؟ اديتهم مقطع صبح اين انت مولي؟ طبعا هذه صبي انت مولي في بقليل من اللهجه صبريه. انا طبعا ما ضحكش على اصحاب صبر ولا اضحك على اي لهجه. انا برد يا جماعه، بدوني انتم حق الصدري، انا تعبان طبعا. بدونا 5 سنين ما قلتش كلام، هذا رسم البواطن منكم انتم سبيتوا لي، خليتوني انتفخ ورم ورم كله سبوه. اقول لي ايش تبغى حبيبي؟ المهلي ما يولي. وهذا كلامه كان عبارة عن ضحك. انا طبعا احترم واشكر كل من وقف صفي دعمني وافتهم له طرحي وافتهم له قصدي وافتهم له، واسامح كل من سبني عذر. بس ما كان يسب السب الجامد هذا، احنا ما نسالش عليه، احنا مثل ما يقولوا نزل كلام الخيبة ينزل الكلام الحلو هذا. طبعا هذا مش كلام حلو، ما هو شطراء ولا مدح، هذا طبعا ظهار حق او ظهار حقيقة لا قول اكثر. مثل ما طرحني بالوكي اللي ما كنتش احب انه يطرحني فيه، اتمنى انه يطرحني بالوكي هذا، واتمنى ان اللي سبني كذا يكون عنده شجاعة ادبية ويتصل فيني ما يقولش اسف انا مسامح له. انا رقمي 777 3 4 5 104 جوال.
3 4 5 104 آخر مرة 7 7 7 3 4 5 104 مما